في قطاع التربية، ثمنت نقابة التربية المستقلة القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء بخصوص الموسم الدراسي، غير أنها متحفظة على قرارها الإبقاء على امتحان شهادة التعليم المتوسط وتأجيله إلى سبتمبر القادم بالنظر إلى عدة عوامل. إسمهان عسلي تفصل. نقابة التربية الوطنية تعود من جديد وتطالب رئيس الجمهورية بإلغاء شهادة التعليم المتوسط عوض تأجيلها إلى سبتمبر. إجماع داخل الوسط التربوي على أن فترة ابتعاد التلميذ عن أجواء المراجعة والحفظ لما يناهي 6 أشهر متواصلة تفضل محالة إلى تحصيل نتائج كارثية. ما نقولش استنكار، ولكن رفض أغلبية الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ. واليوم بعثنا رسالة أو التماس إلى السيد رئيس الجمهورية من أجل الاستجابة لمطلب الأغلبية نتاع الأولياء والشركاء الاجتماعيين وقطاع التربية بأن امتحان شهادة البيان في شهر في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر يعني غير ممكن لأسباب عدة، منها الأسباب البيداغوجية النفسية والأسباب الصحية. بالنسبة للأسباب البيداغوجية الصحية، التلاميذ البعيدين عن مقعد دراسة مدة 6 أشهر، ثم يعني البلوج إلى 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 المسار الدراسي عن طريق الامتحان يعني شيء صعب المنال، خاصة لما نعلم أن وزارة التربية اتخذت قرار ب يعني إجراء خلينا نسميها مراجعات في شهر أوت، وهذا غير متاح لأبنائنا في الجنوب، وبالتالي بيكون في تكافؤ ما بين زملائهم في الشمال والجنوب. من جهتهم، جمعية أولياء التلاميذ ساندت رأي الشركة الاجتماعية واعتبرت قرار تأجيل الامتحان شهادة التعليم المتوسط سيمهد لعودة ظاهرة الدروس الخصوصية. نعم، الإبقاء على تاريخ إجراء الامتحان شهادة المتوسط سيدفع بالأولياء والتلاميذ إلى الجري وراء الدروس الخصوصية، والآن قد أردنا أن تكون هذه العملية أي امتحان شهادة المتوسط عبارة عن اجتياز فقط لمرحلة معينة، مرحلة التعليم المتوسط إلى مرحلة التعليم الثانوي. حجة نقابة التربية في إلغاء شهادة التعليم المتوسط العامل النفسي للتلميذ، زيادة عن الضغوط في شهر سبتمبر لارتباطه بعملية التصحيح. فهل ستستجيب السلطات من جديد إلى هذا المطلب أم أن الأمر قد فصل غدا قرار اجتماع مجلس الوزراء؟